سمعت حاجة عن محطة تحلية مية البحر؟ أنا عرفت إن هم بدأوا يبنوها قريب مننا. أيوة، أنا شفت فعلاً العمال وهم بيبنوا المحطة في منطقة قريبة من محميتنا. طبعاً طبعاً يا حبايبي، ده مشروع كبير جداً وهيساعد في توفير المياه العذبة للمنطقة كلها. بس هم إزاي هيعملوا تحلية لمية البحر يا جدو؟ بص بقى، هي عملية كبيرة ومعقدة شوية، بس أنا هحاول أبسط لكم الموضوع. تحلية مية البحر بتكون عن طريق تسخين المية دي لدرجة حرارة عالية جداً، وده معناه إن المية هتتبخر وبعدين يحصل تكثيف للبخار ده فيتحول لمياه عذبة. يعني زي المطر. تمام، بالظبط كده يا حمزة، هي تقريباً زي فكرة المطر، لأن المطرة بتكون عبارة عن تبخر لمية البحار والمحيطات وبعدين بتتحول لسحب، فيقوم ينزل المطر علينا أخيراً على هيئة مية عذبة. الشمس النهاردة محدش يستحملها، والجو حر على الآخر. أنا محتاج شوية مية. ها؟ هو إيه ده؟ شكلها كده أزازة بلاستيك حد حدفها. لازم أطلعها برا المية دلوقتي حالاً، بدل ما تأذي حد من سكان المحمية وهو ملوش ذنب. بس يطلع مين بقى اللي رماها هنا؟ ده طلع نديم الصياد. البني آدم ده مؤذي بشكل مش طبيعي. طيب أنا حوريه الإنسان ده. أي إيه ده؟ هي مش دي الإزازة اللي أنا لسه رميها من شوية؟ مين اللي رجعها هنا مرة تانية؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ الازازة دي عمالة ترجع تاني ازاي للمركب؟ بس ده مفيش حد، يبقى مين اللي بيرمي الازازة عليا؟ انا بقى مستحلف له وهخليه يتجنن عشان يتعلم ما يرميش حاجة تاني في المية. دي حاجة تمخول. معقول يعني البحر هو اللي عمال يرمي عليا الازازة دي كل شوية؟ طيب يا بحر، هجرب مرة تانية. نديم محدش يتحداه.
أقل حاجة تستاهلها يا نديم يا لئيم. سمعت كلام كده يا بوسي انهم بيعملوا دلوقتي محطه بيقدروا عن طريقها يحلوا ميه البحر. يحلوا ميه البحر؟ ايوه. بس يعني ايه يحلوا ميه البحر؟ مش عارفه، بس تفتكري ان هما بكده هيخلوا الميه احلى واجمل؟ احلى واجمل. قد ايه نفسي لو كمان يعملوا محطه يحلوا بيها السمك اللي زينا. السمك اللي زينا؟ ده معناه كده اننا هنبقى احلى واجمل. نفسي جداً. موجودة فين الوحدة؟ يلا بينا نروح ونعرف إزاي بيحلوا المية، يمكن نقدر نحلي نفسنا. معنى كده إننا هنكون مضطرين نطلع فوق على سطح المية، وده ممكن يعرضنا لخطر كبير ويضرنا. وإنتي تفتكري إن الجمال ما يستاهلش يعني إننا نخاطر؟ أنا عندي استعداد أطلع القمر مش بس سطح المية علشان أكون أحلى وأجمل. طب ارميها مرة كمان، بس البحر العجيب ده هيرميها عليا تاني. دماغي بتوجعني جدا. ماشي، انت كسبت اهو يا بحر، خلاص مش هرميها تاني. بس تسمح لاصطاد كام سمكة يا ريس بحر؟ فين بقى المحطة دي اللي بتحلي المية؟ مش عارفة، الكلام اللي سمعته انها قريبة من هنا، بس احنا بنبعد. عادي مش مهم، خلينا نكتشف سر الجمال يا بوسي. تعالي لما ندور في الناحية دي. ماشي. وبعدين يا نديم، شكلها مفيش سمك في الحتة دي، الظاهر بقى ان السمك كله عايش جوه في المحمية. ايه ده؟ هو ايه اللي بيعوم على سطح المية هناك ده؟ دول سمكتين حلوين قوي. الله، ازاي طافين على سطح المية كده؟ دي حاجة غريبة، انا هروح اصطادهم. بس دول جوه المحمية، أعمل إيه؟ أسيبهم وأفضل أدور طول اليوم في الشمس دي على سمك تاني؟ ولا ما يهمنيش إنهم في المحمية واصطادهم الاتنين بسرعة وأخرج من غير ما حد يشوفني. إيه ده؟ بوسي وعنبة بيعملوا إيه فوق سطح المية؟ ده خطر عليهم جداً، أنا لازم بسرعة أحذرهم. أنا حاسة إنها مش في الاتجاه ده أصلاً. أنا كمان شايفة كده، كان نفسي أقدر أعرف سر محطة التحلية اللي بيبنوها دي عشان نبقى أحلى وأجمل سمكتين. خلاص مش مهم، كفاية بقى ويلا نرجع. مش معقول، نديم اصطاد بوسي وعنبة، لازم ننقذهم بسرعة قبل ما يأكلهم أو يتباعوا. حكيم يا حكيم، ايه اللي حصل يا سريع؟ مصيبة، كارثة. في ايه؟ قول لنا. لو ما تحركناش دلوقتي بسرعة هتحصل كارثة كبيرة. ولو انت ما اتكلمتش بسرعة مش هنفهم حاجة. بوسي وعنبة، ايه اللي جرالهم؟ نديم عرف يصطادهم بالمركب بتاعته. وهو قدر يوصل لهم ازاي؟ هم خرجوا من المحمية؟ لا، هو اللي دخلهم. أرجوك يا حكيم، لازم نلحقهم بسرعة قبل ما يأكلهم أو يروح يبيعهم. حالاً هستدعي أبطال المحمية.
هو ده إنذار الطوارئ؟ أيوة يا جدو، أكيد المحمية بتتعرض لخطر كبير. طب يلا بسرعة اتحركوا يا أبطال.